مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في كل مكان، وصلنا بكم إلى لحظات التتويج. هنا سعادة عبد الله بن مبارك المهيري مدير عام اتحاد سباقات الهجن يتوج الفائزين في الركض التراثي أول أشواط هذا المساء مع عذاب محمد بن عبد الله بن محمد المحفف الخاطري. تهانينا والناموس سيف بالإضافة إلى 300,000 درهم. تهانينا على هذا الفوز والانتصار الذي قدم من خلال أول أشواط هذا المساء من الفئة العمرية 15 إلى 17 عاما. تهانينا والناموس السيف الذهبي، حيث ذهب مع عذاب محمد بن عبد الله بن محمد المحفف الخاطري. تهانينا والناموس على فوز عذاب بالمركز الأول وأيضا أول أشواط هذه الأمسية الرائعة التي نشاهدها عبر الهواء مباشرة، أول انطلاقات مهرجان جائزة زايد الكبرى التي ننطلق من خلالها في أول هذا المهرجان. إذن الشوط الأول مع عذاب محمد بن عبد الله بن محمد المحفف الخاطري. تهانينا والناموس على الفوز بأول أشواط هذا المساء، أول انطلاقات هذه الأمسية الرائعة من الركض التراثي بأيضا الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة. تهانينا والناموس، وهذه لقطات جميلة للغاية التي نشاهدها من خلال هذه المنافسة الرائعة والجميلة. هذا الخيالي اللي أيضا أبدع الليلة إبداع جميل للغاية. هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام نتابع لحظات التتويج ولحظات أيضا تتويج الفائزين في الركض التراثي بأول انطلاقات هذا المهرجان، مهرجان جائزة زايد الكبرى. هنا ايضا سعاده عبد الله بن مبارك المهيري مدير عام اتحاد سباقات الهجن يتوج مالك عذاب محمد بن عبد الله بن محمد المحفف الخاطري. تهانينا له الناموس، سلام يا الخاطري سلام. هذا اللي فاز معنا باول اشواط هذه الامسيه بهذا السيف الذهبي الذي سوف يكون خالدا ومميزا وذكرى جميله، لأنه يحمل اسم زايد الخير طيب الله ثراه. يأتي دور شوط البندقية، حيث فاز قماري لنهيام بن محمد بن سهيل بن محمد المحرمي، وأكد قماري هذا الفوز والانتصار. البندقية بالإضافة إلى 300,000 درهم. تهانينا والناموس على هذا الفوز، صورة تذكارية جميلة من خلال البندقية التي ذهب بها قماري. نأتي بالفئة العمرية من 18 إلى 20 سنة والسيف الذهبي الذي ذهب مع حطاب حمدان بن حميد بن سعيد، أو عفوا مع لطام لسعود بن محمد بن حمد بن مصلح الإحبابي. فأكد الإحبابي هذا الفوز والانتصار والثقة الكبيرة التي من خلالها كان مع الفوز والانتصار بهذا الشوط ثالث أشواط هذا المساء. السيف الذهبي بالإضافة إلى 300,000 درهم. هنا الشاعر بن مصلح أيضا يتقدم لاستلام هذا السيف الغالي للركض التراثي بالإضافة إلى 300,000 درهم. تهانينا لسعود بن محمد بن حمد بن مصلح الإحبابي، سلام يا الإحبابي سلام. الشوط الرابع والبندقية بالإضافة إلى 300,000 درهم للفئة العمرية من 18 إلى 20 سنة، حيث حطاب لحمدان بن حميد بن سعيد المنصوري. تهانينا للمنصوري على الفوز والانتصار بهذا الأداء المتميز الذي قدم من خلال الثقة الكبيرة التي قدمها المنصوري. تهانينا والناموس على فوز حطاب حمدان بن حميد بن سعيد المنصوري، ألف ألف مبروك على هذا الفوز المميز والجميل والرائع.
والذي شرف بحطاب هذه البندقية. نبدأ بخامس أشواط هذه الأمسية الرائعة، والفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة، حيث ظفرت أبعاد لعلي بن عبد الله بن خلفان الغفلي بأيضا درع الذي يحمل 50 عاما من العطاء، أو مجسم عام 50 بالفعل. تهانينا لمالك أبعاد علي بن عبد الله بن خلفان الغفلي، هو من فاز في خامس أشواط هذه الأمسية الرائعة من الركض التراثي الذي شاهدنا من خلال القوة والإثارة، وشاهدنا من خلاله الأداء المتميز والجميل. تهانينا والناموس لمالك أبعاد علي بن عبد الله بن خلفان الغفلي، كما أسلفت بالفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة. تهانينا والناموس، هذا هو أيضا مجسم عام 50 بالإضافة إلى 100,000 درهم. تهانينا والناموس، ما شاء الله يستاهل الناموس. الشوط السادس الذي ذهب مع الصاروخ لعثمان بن نواب بن نوح البلوشي، وأكد البلوشي هذا الفوز بأيضا انطلاقاته المميزة ومجسم عام 50. هنا أيضا نواب وأبناء يحتفلون بهذا الفوز مع الصاروخ. تهانينا والناموس على هذا الفوز والأداء المتميز. هنا سعاد عبد الله بن مبارك المهيري يشارككم هذه الفرحة المميزة والجميلة. تهانينا والناموس في جائزة زايد الكبرى، أضخم مهرجانات الخليج التي تقام سنويا في ميدان الوثبة عاصمة ميادين سباقات الهجن. هنا هذه الجائزة التي تأتي سنويا. يأتي الشوط السابع، شاهين لسيف بن خلف بن سيف النيادي، فأكدوا أبناء العين بهذه المشاركة الرائعة في أيضا سابع أشواط هذه الأمسية مع مجسم عام 50. تهانينا والناموس وألف مبروك على هذا الفوز سيف بن خلف بن سيف النيادي. تهانينا والناموس لأبناء العين دار الزين، ما زلنا في الفئة العمرية من 15 إلى 20. تهانينا وألف مبروك. الشوط الثامن يأتي مرفوق لراشد بن أحمد بن الصغير الكتبي، تهانينا على فوز مرفوق بمجسم عام 50. تهانينا على هذا الأداء المتميز وعلى هذا الأداء الجميل. هنا أيضا حمدان بن سالم بن رقراقي المزروعي، شكرا حمدان الرميثي، أيضا شكرا على المتابعة الجميلة. الشوط التاسع حيث ظفر هملول لسعيد بن راشد بن سعيد العوادي الخاطري، وأكد هملول في تاسع الأشواط بمجسم عام 50 بالفوز والانتصار. تهانينا لسعيد بن راشد بن سعيد العوادي الخاطري على أيضا فوزه وانتصاره بهذا المجسم، حيث ظفر العوادي وأهالي السوان يستاهلون. تهانينا والناموس مع الأبطال ومع الفرحة العارمة التي نراها أيضا مع الشباب الصغار، ونقول المستقبل قادم بإذن الله تعالى في السنوات القادمة من خلال هذا التتويج. يأتي الشوط العاشر بنفس الفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة، والهان محمد بن سعيد بن هلال الخيالي. تهانينا للخيالي والناموس على أيضا هذا الفوز والانتصار. هنا صورة تذكارية جميلة للغاية، هنا أيضا فرحة لا توصف. يأتي الشوط الحادي عشر مع نهاب راشد بن شامس بن معتوق العامري. تهانينا والناموس على أيضا فوز نهاب
بمقسم عام 50. ألف ألف مبروك. أو هذا والهان محمد بن سعيد بن هلال الخيالي، هذا الخيالي، وأيضا المكافح يتواجد مع الخيالي، واحد من الأسماء التي عشق الركض التراثي واستطاع أبناء سويحان. أيضا شكرا سعادة عبد الله بن مبارك المهيري مدير عام اتحاد سباقات الهجن على هذه الصورة التذكارية. شكرا. الشوط الحادي عشر يأتي نهاب لراشد بن شامس بن معتوق العامري، فوز أبناء أيضا الهير الذي استطاعوا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس على هذا الفوز الذي قدم من خلال راشد بن شامس بن معتوق العامري. تهانينا والناموس أيضا على هذا الفوز المميز بمجسم عام 50. يأتي شوط الختام حيث فاز غياض لعيسى بن ناصر الغفلي. تهانينا والناموس للغفلي بهذا الفوز. من فاز بالمركز الأول في شوط الختام؟ شكرا اتحاد سباقات الهجن على التنظيم. تهانينا والناموس عيسى بن ناصر الغفلي. صورة تذكارية جميلة من خلال هذه المنافسة الرائعة، هذه المنافسة الرائعة. عيسى بن ناصر بالسيف الغفلي.